الشيخ يا نعم طاري هلي يحوم المدح وما الجيراني هلي يحوم المدح وما الجيراني راشد يطيب الشعر فيه اسمه على جو سماء له قوابيس اسمه على جو سماء له قوابيس. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أو في قناة الحقيقة الفضائية، كنرحب بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم من خلال برنامجكم، ولا تيأسوا أكيد أنه البرنامج اللي كيحاول يوصل رسالة وهي عدم اليأس. الحمد لله الله عز وجل خلق أو أوجد لكل داء دواء، وفضل الله عز وجل مجموعة يعني من الناس اللي كيزوروا مركز دكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية، فضل الله عز وجل أنهم يعني كيتشافوا الحمد لله بنسب متفاوتة. اليوم استقبلنا في استوديو القناة السيدة رحمة اللي غادي تنوب على الأخ ديالها اللي هو الحاج بوطيب، العذر أنه في مكان بعيد ما قدرش يتواجد معنا في الاستوديو. الحمد لله غادي تحكي لكم على التجربة ديالو المرضية من الأول ديالها، وأيضا عن تجربة العلاج من مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية اللي كنقول دائما أنها عبارة عن مواد 100% طبيعية، زيوت عسل وأعشاب. اليوم غادي تحكي لكم الأخت ديالو على التجربة المرضية اللي كان كيعاني يعني من الأعصاب، أيضا الروماتيزم، مشاكل في المفاصل ومجموعة من الأعراض الأخرى، فتابعوا معنا حلقة اليوم. السلام عليكم، أنا جيت نعاود لكم على خويا بعيد في السكنة، وقال لي كلفني أنا قال لي سيري لعندهم الحاج بوطيب باكيري، انا كلفني انا قال لي سيري تيا في بلاصتي انا معاه هو بعيد وداك الشيء ما نقدرش يجي. كانوا كيضروه رجليه، كانوا كيضروه ركابيه بزاف، كانوا كيضروه كلشي، المهم داتو كانت كضرو. المهم اللي خدا الضوا شويه ولا لاباس، كانوا عنده القواط، كانوا قلت كيضروه رجليه، كانوا يضروه ركابيه، كانوا يضروا ظهرو، كانوا يضروا ظهرو. وبعد الحمد لله ملي تبع معاكم وداك الشيء ولا شويه ولا لاباس، راه شي 4 سنين دابا تقريبا ولا 3 سنين، لا اقل 3 سنين ولا 4 سنين. اول حاجه جاو داروا الكواط، دوز عند شي طبيب وداك الشيء وقال لي تفتح، قالوا لي خصك ضروري تفتح، ما واخا دار الدواء وداك الشيء ما وافقليش، واخا دار الدواء تاع الطبيب عقب ما اللي نعتوه لي هاد المقر ديال الهاشمي وداك الشيء جا لعندهم وخدا الدواء وداك الشيء ما بقاوش عنده هذوك سميتو القوات، تبع الدواء ديالهم وداك الشيء ما بقاوش عنده. ايوا ورجليه حتى هما ما بقاوش يضروه، ما كانش كيقدر يزيد، ما كانش كيقدر كيعقروه من التحت، كان كيقدر يزيد، ما كانش ركابي، ما كانش يقدر يطول الطريق، يطورش الطريق بزاف، يزيد على شويه ويسخف. دابا الحمد لله ولا لاباس، شي 9 تقريبا ولا 8. كان ولد اختي اللي كان مريض هو اللي خدا من عندكم الجرعه وداك الشيء، مع 3 الجرعات ولا مع 2 وافقوا ليه، ما بقاش كيف كان صح. هي فاش عطاها الهدريسه وداك الشيء وجا لعندكم لعبد المؤمن، ولا صح ولا لاباس عليه. ملي خدا من عنده لادريسه وداك الشيء خداها من عنده جا لعندكم تما، خدا الجرعه الاولى الثانيه الثالثه، محدو هو كيزيد يتحسن، محدو هو شويه كيزيد كيصح. ونشكرو لكم ونشكرو الهاشمي الله يعطيه صحيحته، الله يبارك ليه في هذه الخدمه ديالو، ونشكرو جميع اللي خدامين معاه، ونشكركم نتوما ونشكروا الطاقم التقني كامل، والله يعطيكم صحيحتكم والله يسهل عليه هو، الله يبارك ليه في هذا الشيء اللي كيدير الاجر بزاف، الله يعطيه صحيحته والله يبارك ليه في عمره والله يخلي ليه معز عليه وشكرا. المهم هاد الزيوت كاين اللي كيشرب، كاين اللي شي كيدهن بيه شي كيشربو، هاد العشبه هادي كيشربها على الريق، العسل كياكلو 3 مرات في النهار، هذا تا هو 3 مرات في النهار، الزيت فاش كيدهن هذا تا هو قله ديال الشريب كيشربو، العسل تا هو كياكل منه 3 مرات في النهار، وشكرا. يا
يا مرحبا بالشيخ يا نعم طاري اللي يحومتنا تحوم الجيراني.